بهكذا طريقة الرافضة لسياسة الأحزاب وبعض الوجهاء في قضاء القرنة أقصى شمال البصرة. احتج شباب القضاء مطالبين الجهات الحكومية المعنية بإيقاف ما وصفوها بالتدخلات العشائرية بعمل شركات الإعمار. هؤلاء الشبان يناشدوا لإنقاذ القرنة مما تمر به. جاري لسه يعني صار الشركة عدة أشهر أو يا عدة أشهر، هذا السنة الثانية، لحد الآن ما شفنا فد مشروع يعني متكامل عن نص وعفو دائما مليان. هسه تشوف يعني منطقة كاملة لا إضاءة لا مجاري لا شواع تقدر تمشي بيها. هذا وضعنا، وهاي الشركات اللي جاي يصير صراعات بين شيوخ العشائر على مود المقاولة، وجاي يعني يصير تهديد للمقاول أو المدراء الشرايك، يعني جاي يصير تهديدات وجاي، وهل جاي تشوف بعينك العمل ما كامل، وجاي نعاني من هاي هواي شغلات، يعني جاي نعاني الطرق، يعني هل جاي تشوف بعينك. وبما أن قضاء القرنة بعيد عن منصات الإعلام، توغلت كاميرا التغيير ناقلة الصورة لواجهات الدوائر الحكومية هناك، لنتوقف عند الجسر الرابط بين البصرة ومحافظة ميسان، والذي دخل عامه 30 دون أن يرى النور. كان النظام بائد ونقول ماكو عمار، هسه حكومة إسلامية وحكومة وطنية، لم نجد منعتها لمسة الأعمار إلا بالمظاهرات، وكل حكومة تجي توعدنا. كان محتاج بس رابط سكة، يعني جسر وشغلة بسيطة يعني، فلحد الآن يعني حتى تشوفون جسر لحد الآن لم يفتح، جاي نعاني من الازدحام وجاي يصير حوادث. قضاء القرنة بحاجة لإزاحة جذرية لما ذكره الأهالي هنا من صراعات الوجهاء على المشاريع الخدمية، ما جعل من إكمالها حلم صعب التحقيق. من أقصى شمال البصرة أركان تقي، قناة التغيير.